معنى آية سندعو الزبانية؟ سورة العلق هي أول ما نزل به الوحي من الله تعالى على نبيه الصادق الأمين، وقد كان الأمر من الله تعالى في بداية الدعوة الإسلامية بالقراءة، وختم السورة المباركة بالسجود والاقتراب من الله تعالى. ويتساءل الكثير من المسلمين عن معاني آيات سورة العلق، وبخاصة معنى آية سندعو الزبانية الواردة في هذه السورة. ذهب أهل التفسير إلى أن قوله تعالى في سورة العلق فليدع ناديه سندع الزبانية قد نزل في أبي جهل عمرو بن هشام المخزومي، حيث كان أبو جهل ينهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أداء الصلاة. وذات مرة رأى أبو جهل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فقال له: ألم أنهك عن هذا؟ فعندها زجره النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا التصرف لم يعجب أبا جهل، ورد على النبي بقوله: والله إنك لتعلم ما بها ناد أكثر مني. يريد بذلك أن يحذر النبي ويذكره بأنه صاحب أكبر ناد في قريش بل في مكة كلها. فأنزل الله تعالى هذه الآيات ردا على أبي جهل. معنى آية سندعو الزبانية أي الله تعالى يدعو أبا جهل لدعوة ناديه أو أهله أو من يناصرونه من قومه، والمراد بالنادي أي المجلس، وكل ذلك بعدما أغلظ له النبي صلى الله عليه وسلم ردا على محاولات أبي جهل لمنعه من أداء الصلاة. قال أبا جهل للنبي صلى الله عليه وسلم: على ما يتوعدني محمد وأنا أكثر أهل الوادي ناديا؟ فكان رد الله تعالى عليه بأن أردع يا أبا جهل ناديك إذا أردت، وسندعو نحن الزبانية. وقد قيل في ذلك: ولو تجرأ أبو جهل ودعا ناديه حقا لأخذته زبانية العذاب في الحال، والزبانية هم خزنة النار، خزنة النار. فأمر الله تعالى رسوله بعدم طاعة أبي جهل والاستمرار في أداء الصلاة والتقرب من رب العباد والعزة. فمهما كثر نادي أبا جهل وزادت قوته لن يستطيع أن يلحق الأذى بالنبي، لأن الله تعالى منعه من ذلك.